وللحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف السيدة طيبة محمد البن علي، مدير قسم الاتصال في هيئة تنظيم الاتصالات. نرحب بك في نشرة الأخبار، وبداية يعني ماذا يعني لكم استضافة مملكة البحرين لهذا الحدث العالمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكر لكم هذه الاستضافة لإلقاء الضوء على مؤتمر القمة العالمية لتقنيات شبكة الجيل السادس 6G. في الحقيقة تأتي استضافة مملكة البحرين لهذا الحدث العالمي كتأكيد على مكانتها الرائدة في عالم الاتصالات والتزامها بالبقاء دائما في طليعة مسيرة الابتكار. يعتبر هذا المؤتمر من المؤتمرات المهمة اللي تستضيفها مملكة البحرين بحكم أنها تجمع العديد من ممثلي قطاع الاتصالات والقطاعات ذات الصلة، بالإضافة إلى صانعي السياسات من شتى أنحاء العالم لمناقشة آخر مستجدات الجيل التالي من تقنيات الاتصالات المتنقلة. هذا المؤتمر يتيح للجميع فرصة قيمة وفريدة من نوعها لمشاركة المعارف وتبادل الأفكار والتعاون بشكل وثيق لتطوير هذه التكنولوجيا الجديدة. أستاذة طيبة، ما أبرز المواضيع التي سيتم مناقشتها في هذا المؤتمر، وما هي أبرز الاستعدادات؟ في الحقيقة ستكون الحلقات النقاشية والكلمات الرئيسية في المؤتمر للعديد من الخبراء من مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة والأردن وتايلاند والصين والعديد من دول أوروبا والمملكة المتحدة وكندا. المحاور المتعددة في المؤتمر وستغطي نطاق واسع من الموضوعات المتعلقة بتقنيات شبكة الجيل السادس 6G. أبرزها سيكون متعلق بالبحوث وأحدث التطورات والأمن السبراني ونماذج الأعمال الجديدة والاستدامة في قطاع الاتصالات. هذه التقنيات المطروحة في المؤتمر تمتلك العديد من المزايا والقدرات المتطورة بجانب دورها المحوري في دعم النمو الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى أنها ستعزز مبادرات التحول الرقمي في جميع القطاعات وتطوير مجالات التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي. السيدة طيبة محمد البن علي، مدير قسم الاتصال في هيئة تنظيم الاتصالات، شكرا جزيلا لك.